حربة كامل كما تعرفوا الكل، والاعتبارات سجنية والاعتبارات حضرية والاعتبارات قانونية، يرجع من جديد ويأسس حزب الرفاه اسم جديد عام 83. فدخلت الحركة الإسلامية مرحلة التنظيم الإسلامي العلني منذ عام 70، كما اتخذ بعض عناصر النخبة الإسلامية حلقات أقرب إلى المدارس الفكرية. بالنسبة لتونس هذا مسار. بالنسبة لتونس السلطة القضائية أو السلطة عفوا اللي مش تعطي التأشيرة اللي هي وزارة الداخلية، يعني مش كما في تركيا السلطة القضائية تعطي التأشيرة في وقت من الأوقات، وبالتالي ما كانش فما نوعا ما تعامل مع المطلب قطع نظر شكون دفعوا نجم الدين أربكان ثلاث مرات، والراجل سجين سابق، ورغم ذلك يتعطى من جديد شكليا فورمالمون يتعطى لترخيص شكلي بحرية التنظم باعتبار أنه ما قالش أنا حزب إسلامي، باعتبار أنه ما قالش، قال أنا حزب وطني، حزب النظام الوطني، حزب السلام الوطني، حزب الرفاه. بالتالي كلمة رفاه عندها أبعاد اقتصادية مش أبعاد دينية ظاهرية على الحقيقة. عناصر أيضا من ناحية أخرى كيفاش يظهر الدين، بعض عناصر النخبة الإسلامية النخبة المتدينة عملت حلقات أقرب للمدارس الفكرية، مش كلهم دخلوا في الحزب الإسلامي، حزب الرفاه ولا اللي هو وريث الأحزاب السابقة اللي هم نفس الحزب. فإذا ظهرت حلقات فكرية أقرب للمدارس، وما نجموش نسميوها توا في المجالة هذه، أما المتخصص رقم واحد في الثقافة التركية وفي معناها مش عليه حرب، طلعت حرب، مش طلعت حرب الاقتصادية، طلعت حرب المعاصر اللي يعيش معانا، مش طلعت حرب الاقتصادي الإصلاحي المصري في عصر النهضة. بالنسبة لل يعني بالتالي هذه التحولات قاعدة تصير، هناك عدة حركات إسلامية ماهوش حزب الرفاه بركة، أكثرها سري أو غير متبلور، ولكن العلنية فيها الحركة الإسلامية العلنية برئاسة أربكان كانت هي الأنجع. علاش هي الأنجع؟ لأنها إعلانيا تجب توصل أكثر، والقانون بين ظفرين أو التشبث بالقانون يسمح لها بالانتشار أكثر من اللي هي حكمت على نفسها بالسرية. فوصلت إلى رئاسة الحكومة الحركة العلنية هذه أول مرة في أواخر جوان 1996، يمكن تعرفوا شيء هذا، نظرا آخر جوان 96، ونظرا لتعدد الحركات الإسلامية متعددة جدا من السلفي إلى التكيف كيف على علمانية، معناها تكيف نجم يكون العلمانية هي الغالبة، نجم يكون الإسلامية هي الغالبة، وإلى الراديكالية، والراديكالية فيها زاد أنواع، معناها أنه يرفض الموجود والبديل، يعطي بدائل ما فماش حتى أحيانا حتى رابط ما بيناتها، وحتى فما اختلاف جذري بين الجذريين، اختلاف جذري بين الجذريين، ومن السياسي إلى الثقافي في حركات إسلامية ثقافية، ومن الصوفي إلى براغماتي، معناها بالتالي الحكاية ماهيش أموجال بالكل. ليس الحركة الإسلامية التركية زعيم واحد، بل يتراجع نجم الدين أربكان، معناها بل بتراجع عفوا نجم الدين أو أربكان النجم يقول ما عادش عندها زعيم أو قائد لدني، أو ما عادش عندها قائد، حتى أردوغان ما نجموش نقولوا هو زعيم، صعيب برشا بالمعنى السوسيولوجي الدقيق والبعض بالمعنى النفسي الاجتماعي الدقيق، الكلمة قائد وكلمة زعيم يمكن قائد وزعيم بالمعنى الحزبي، لكن بالمعنى الشعبي بالكلمة الحكاية مسألة تناقش لعدة اعتبارات ما نجموش نسوقوها، بحيث نجم الدين أربكان كان يحب يحافظ على لعبة متوازنة بين السلفيين والصوفية والإسلاميين المتعلمين أو العلمانيين المتأسلمين. بالنسبة لأردوغان عمل القطيعة، هالقطيعة هذه تخليه ما ينجمش العباءة بتاعه تلم الكثير، وهذه مشكلة ربما تواجه يعني حزب العدالة والتنمية والقائد بتاعه، وكان جنب
القاعدة من النقاط ذات المهن الحدثية. النجم يقول القاعدة والقاعدة نتاع الحركات الإسلامية بصفة عامة هما من نخب ذات مهن مدرس ذات مهن حدثية من مهندسين مثل أربكان نفسه ومحامين وأطباء وصحفيين وأكتب وفما كتاب من المثقف والمناظر في العالم الإسلامي المعاصر كتبه عالم اجتماع سياسي فرنسي زمن نتذكر اسمه بعد شوية لكن متوفر الكتاب هذا ومعروف أوليفيير روا أظن مش هكا يا عبد الله مع طلعت شنو أما نتوقع أوليفيير روا ف لأنه مهتم بالحركات الإسلامية المعاصرة جدا وإذا كان فما خطأ فطول عليكم به أما الكتاب هذا اهتم بالمثقف فقط سواء كان مهندس تكنوقراطي أو عنده توجهات أخرى غير التكنوقراطي ومحامين وأطباء وصحفيين وذلك ما سهل اختراقها لأطر الدولة بحيث اخترقت أطر الدولة بينما الحركة الصوفية ما نجمتش تخترق أطر الدولة لأنها ما عندها ما دخلتش في برشا في المهن الحداثية وذلك ما سهل اختراقها إذن أطر الدولة وللنخب العلمانية عن طريق الحوار عن طريق الاحتواء إلى غيره والاحتواءات عندها إشكال كثيرة ولكن أيضا سهل تكيفها مع الثقافة الغربية لأنها في مهن حداثية والكثير منهم خذوا فلوس من عند الدولة وكانوا هم شباب عمرهم 19 سنة وديبوس وقرأوا في الخارج كما الكثير من أطر الإسلامية من تونس الجمهورية التونسية حاليا ولكن أيضا سهل تكيفها مع الثقافة الغربية كما قلنا فهي عموما دون علماء دين هذا يلزمنا نأكد عليه أن الحركات الإسلامية في تركيا باستثناء الحركة الصوفية ما عندهاش علماء دين أو إنشاء رجال دين بين الأخرين لأن كلمة رجال دين عندها برشا معاني وتختلف كلمة رجل الدين في الإطار الكنسي معناها عن الإطار البوذي عن الإطار البروتستانتي ما هوش رجل دين بالنسبة للبروتستانتي يرفض يمكن حتى رجل الدين بين الأخرين البروتستانتي يرفض التسمية يمكن يرفضها فبالتالي يعني يمكن نقول يعني ما فماش علماء دين في الحركة الإسلامية التركية باستثناء نسبيا الحركة الصوفية وإن كان أربكان يستعمل التقية بالمعنى العام للكلمة يستعمل التقية السياسية بالمعنى العام للكلمة مش بمعنى الديني عندما فاز في انتخابات ديسمبر 95 عندما قال إن حزب الرفاه ليس حزبا إسلاميا بل حركة سياسية هذا قالها وقت اللي انتصر في انتخابات ديسمبر 95 قبل ما شوية قبل ما يوصل بعدة أشهر لرئاسة الحكومة فقال أنا مانيش حزب إسلامي أنا حركة سياسية يمكن تقولوا كل هذه يعني تقية سياسية مش صحيح به إلا أن ذلك يحمل حقيقة أثبتتها الأيام ما نساوش ابن خلدون يقول الإنسان ابن عوائده ومألوفه لابن عواطفه ومزاجه يعني مش معناها اكذب على روحك اكذب على الناس اكذب على بين ظهرين تكذب حشاب حشاب معناها لأما لينا قل معناها كلمة ما نكتبوهاش في الحال في كتابات علمية اكذب على الناس اكذب على الناس عمل تقية على الناس يمكن ياسر يمكن ياسر عالم النفس الاجتماعي يقول لك تولي هذيك حقيقة تولي حقيقة مش حقيقة بالطبع حقيقة بالتطبع عملية التطبيع مع الخارج مع الآخر يمكن بشوية بشوية تولي حقيقة فبالتالي البارح في تسجيل مرزوق محسن مرزوق يقول والله حاجة خارقة العادة الحركة الإسلامية التونسية قالت أنا وليت علمانية والله حاجة خارقة العادة ننتظر فيه باش يقول والله ننتظر من الحركة العلمانية في تونس باش تقول انا وليت اسلامي ما قالهاش وانا نستغرب خاصه عامر روحو انا محسن مرزوق يقدم نفسه على انه مفكر استراتيجي ما عادش يقدم نفسه على انه باحث اجتماعي بحسب معناها على الاستاذيه في علم الاجتماع واللي نحترم كثير الكار اللي عملها كار لكن عندها قيمه الكار هذيك بصراحه سيرتيفيكا دابتيتيود شهاده الكفاءه في البحث بتاعه ماهيش خايب كل صدق رغم اللي سؤالاتها على الحركة الطلابية أكثر من إجابات وهرب
يمكن تعمد أنها رب الإجابات معناها.